مرحبا. ناشدت السلطات الأندونيسية السكان اللي بعيشوا بالقرب من بركان جزيرة سومطرة بضرورة إخلاء المنطقة نتيجة زيادة النشاط البركاني بشكل ملحوظ، وصرح المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أنه في خطر إمكانية سقوط القبة اللي شكلتها الحمم فوق فوهة البركان. والجدير ذكره أنه بركان جزيرة سومطرة ثار أواخر عام 2013، حيث توفى 16 شخص ونزح عشرات آلاف المواطنين بشكل مؤقت. بالعودة لطقسنا، ربيعي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عالية، بحر متوسط الموج وحرارة 125. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الليل. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 19، على المرتفعات 15، بالبقاع 12 والأرز 9، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن أبي سمرة 28، فغال 26، الصيف 28 درجة، ومننتقل من بعدها إلى طنبوريت 26، على المشعب 27، بعقلين 25، تغرين 28، وادي قديشة 20، وزغرين 27. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح المي 25 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 19 أقصاها 28، نهار السبت بتتراوح بين 19 و28 كمان، ونهار الأحد بين 20 و29. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 30، دمشق 32، والقدس 29، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 26، وتونس 34، ومننهي مشوارنا بروما 30. وهيدا كان كل شيء. باي.